الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أحبابنا، حدثناكم في الدرس الماضي عن بعض أمارات الساعة الصغرى، واليوم نكمل معكم بإذن الله رب العالمين فيما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه مسلم والبيهقي وأحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهو حديث صحيح الإسناد. صنفان من أمتي، هذان الصنفان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما في النار، هما من أمتي لكنهما من أهل النار، لم أرهما، أي سيأتون من بعدي، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. هؤلاء النساء تفسيرهن أنهن يلبسن ثيابا لا تستر جميع العورة، وأنهن مائلات عن طاعة الله، ويملن غيرهن عن طاعة الله، أي فاجرات، يوقعن الناس بالفجور، يرمين الناس في الزنا، أي يدعون إلى الزنا، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يرفعن رؤوسهن إلى أعلى كأسنمة البخت الإبل العجمية التي لها سنامان، إبل لها سنامان وهي الإبل العجمية، وإبل له سنام واحد وهو الإبل العربي. فقوله صلى الله عليه وسلم كأسنمة البخت المائلة، أي يطولن رؤوسهن إلى فوق حتى يكون متقوما مثل سنام الإبل العجمي، أي يرفعن رؤوسهن ليعجب بهن الناس، أو يمشين مشية خاصة يميزن بها عن غيرهن. وهذا حصل في بعض ما مضى من الزمن في بغداد وغيرها. وليس هذا الحديث منطبقا تمام الانطباق على مجرد اللاتي يكشفن شيئا من عوراتهن، يغطين بعض ما يجب عليهن ستره من أبدانهن ويكشفن بعضا آخر، لمجرد هذا لا يدخلن تحت هذا الحديث. لمجرد كشف الرأس والعنق والعضد والساق لا يدخلن، لأن هذه لا يصل عذابها إلى هذا الحد، بل أولئك يزدن على ذلك أنهن زانيات. أخبر النبي عنهن في تتمة الحديث أنهن لا يدخلن الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن هؤلاء النساء اللاتي جمعن هذه الأوصاف الثلاثة أنهن لا يدخلن الجنة، أي مع الأولين، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا أيضا حصل. فهذا الحديث
لا ينطبق إلا على التي تزني، ترمي الناس في الزنا، وتكشف بعض ما فرض الله عليها من بدنها لتغري الناس، وتصنع أمرا للإغراء. على هؤلاء ينطبق هذا الحديث، ليس على التي تؤمن بالله ورسوله، ولا تقصد أن ترمي الناس في الفجور وفي الزنا، إنما قد تخرج في هذا العصر مراعاة لعادة أمثالها، تكشف رأسها وسيقانها. قال أهل العلم: هو الحديث إذا لم يورد في محله صار فتنة على من أورده وعلى من سمعه، فحمله على غير وجهه. كذلك الآيات القرآنية، كثير منها من حمل على غير وجهها صارت فتنة له ولمن سمعه. لذا ينبغي أن لا يستعجل الإنسان في الاستدلال بالقرآن حتى لا يتورط في تحريف القرآن. القرآن ذو وجوه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تأتي الكلمة الواحدة لمعنيين ولأكثر من حيث لغة العرب. فبعض هذه المعاني يصح تفسير القرآن به، والبعض الآخر لا يصح تفسير القرآن به. فسبيل النجاة أن يتبع الإنسان القرآن والحديث على مقتضى ما فهمه أئمة الهدى، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والجنيد بن محمد البغدادي شيخ الصوفية وأمثالهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا برحمتك مؤمنين يا رب العالمين. يا الله يا الله.